السلام عليكم. وصفة النهاردة طريقتين أحلى من بعض. في الفترة الأخيرة تعددت أنواع الكنافة وتعددت النكهات منها، أو أشهرها الكنافة بالمانجا وكنافة النوتيلا. عايزة أقول لكم إن القالب العائلي بيتباع برا في المحلات ب300 أو 350 جنيه. النهاردة هعمل معاكم النوعين دول ومش هكلفكم حتى 100 جنيه. يلا نبدأ مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنجهز الكنافة. عندي نص كيلو من الكنافة، سبتها في الفريزر يوم علشان اعرف اكسترها بالشكل ده من غير بقى مقص او تحطها في الكبة، هي كده اسهل بكتير. زي ما انتوا شايفين كده بتتكسر بكل سهولة. وهنزل عليها بقى بمعلقتين من السكر البودر. السكر البودر بيديها قرمشة كده لما تتحط في الفرن، وكمان لونها بيديها لون حلو جدا يعني. ده غير بقى ان هي بتعمل على تماسك الكنافة من قبل حتى ما نحط الشوربة. قلبتهم كويس مع بعض، وهنزل عليها بعد كده بنص كوباية من السمنة البلدي. لو مش متوفر عندكم سمنة بلدي ممكن سمنة عامل العادية، بس طبعا السمنة البلدي بتفرق جدا في الكنافة في ريحتها. قلبتهم كويس مع بعض بحيث بقى ان كل قطعة من الكنافة تكون متغلفة بايه بالسمنة. هحطها على نار متوسطة على درجة حرارة 120، الرف اللي في النص، وكل فترة هخلي بالي منها واقلبها كويس لانها ممكن تتحرق منكم. يعني هي ما بتستحملش حاجة في الفرن او ما بتاخدش وقت، فحاولوا ان كل شوية تبصوا عليها وتقلبوها لحد لما تستوي وتطلع كلها لون واحد. هنحضر مع بعض بودنج المانجا او صوص المانجا. عندي مانجتين في التلاجة، قطعتهم قطع صغيرة وحطيتهم في مصفى وسبتهم يصفوا المية اللي فيهم كلهم. طبعا المية دي مش هرميها، حط عليها معلقتين من النشا، وهنزلهم تاني على قطع المانجا وعليهم معلقتين من السكر البودر. طبعا السكر اضافته او ان انتوا تقللوه حسب الرغبة. وهقلبهم على نار هادية لحد لما لون النشا يختفي تماما ويبقى عندي البودنج بنفس القوام ده وبالشكل ده. الكنافة طلعتها بعد ما استوت، اخدة سوا كويس جدا ولونها حلو. كل حباية بقت نفس اللون. هنزل عليها بقى بالعسل او السيرم او الشربات، عملته معاكم قبل كده كتير. لكل كوبايتين من السكر كوباية او كوباية وربع من المية، لان الكنافة بتحب الشربات التقيل. هقلبهم كويس مع بعض ونروح نحضر قوالب المانجا. جبت القالب ده وهعمل اول طبقة الكريم شانتيه. طبعا انتوا عارفين الكريم شانتيه كوباية بيتحضر، كوباية من الكريم شانتيه عليها كوباية من المية المتلجة او الحليب المتلج. لو هو كريم خام ممكن نحط معلقتين سكر او حسب الرغبة. لو هو كريمة عادية بتبقى اساسا فيها السكر فمش محتاجين ان احنا نحط. طبعا كل طبقة معيار السكر فيها بيبقى متعادل بحيث ان الكنافة ما تكونش مسكرة قوي وتكون مظبوطة. عملت تاني طبقة من الكنافة بالشكل ده. طبقات الكنافة بتبقى رقيقة يعني مش هكتر قوي لان انا هحط كذا طبقة، وهنزل عليهم بطبقة البودنج المانجا بالشكل ده. وتاني طبقة برضو كنافة. يعني ما تحاولوش ان انتوا تكتروا الطبقات بحيث ان هي ما تبقاش عالية قوي، يعني تبقى معقولة. واخر طبقة او اللي قبل الاخيرة هنزل عليهم بالكريمة وهفردها. يعني مش محتاجين ان احنا نسويها قوي لان هغطيها بالبودنج المانجا.
جبت كيس الحلواني وعملت روزيتات كده من الجوانب. الخطوة دي اختياري يعني، ممكن تستغنوا عنها. حبيت بس ان انا اعمل شكل كده نزين القالب. طلع طعمها تحفة وطريقتها سهلة يعني، ما تكلفتش حاجات كتيرة قوي زي الارقام اللي بنسمعها من بره. انتوا لو جربتوها ممكن تعملوها بأقل حاجة عندكم، مش لازم التكلفة العالية قوي زي ما بنسمع من بره، وبخامات انضف طبعا. هنروح بقى نعمل النوع التاني، النوع اللي بالنوتيلا. هنعمل النوتيلا في البيت بمكون واحد بس، وهتبقى طعمها زي طعم النوتيلا الجاهزة بالظبط. هنجيب الخلاط وهنزل عليها بنص كوباية من السكر البودر ونص كوباية من الكاكاو الخام وثلاث معالق من اللبن اللي هو نيدو ونص كوباية من الزيت وعليهم ثلاث ارباع كوباية من اللبن. المكون بقى اللي هو كيس نسكافيه بطعم البندق، ده اللي هيديها النكهة بتاعة النوتيلا. ضربتهم كويس في الخلاط، وبعدين سيحت قطع من الشوكولاتة الخام وضربتهم ضربة كمان مع بعض. بقى عندي القوام بالشكل ده بالطعم التحفة واللون الجميل. جبت قالب القالب التاني وعملت نفس الخطوات، اول طبقة الكريمة وبعدين الكنافة وبعدين طبقة الشوكولاتة او النوتيلا. نفس الخطوات اللي عملتها في اول مرة هعملها تاني. اخر طبقة حطيت النوتيلا، وطبعا سمكها كان تقيل، فحبيت ان انا افردها كده بالمعلقة وعملت زي تمويجة كده مع الكريم شانتيه، اديتها شكل كويس يعني. هتزينوها بقى بشوكولاتة بشوكولات شيبس بسكوت على حسب المتوفر عندكم. طبعا الزينة دي بترجع لكم في الاخر، لو حابين ان انتوا تستغنوا عن الخطوة دي تمام. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى الوصفتين يكونوا عجبوكم، وإن شاء الله هتجربوهم وهيطلعوا أحلى من اللي عملتهم كمان. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.